أحسن الله إليكم سماحة الوالد. قول القائل أن الحلف بغير الله شرك أصغر لأنه باللسان دون الجنان، هل هذا قول صحيح؟ وما هو الحد الفاصل بين الشرك؟ ما حد قال لأنه باللسان دون الجنان، ما حد قال هذا، هذه زيادة من القائل. يقولون شرك أصغر إلا إذا قصد تعظيم المخلوق كما يعظم الخالق، فإنه يصير شركا أكبر، يصير شركا أكبر، وإلا فالأصل أنه شرك أصغر. نعم. أما اللي يجري على اللسان من غير قصد يا أخي ما يسمى، إذا يسمى لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا لغو اليمين، ما في شيء، لا كراهية ولا تحريم ولا إثم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم.